الدستوريه والقضاء هو العدل، والاثنين ينتجوا ديمقراطيه. يبقى اذا انا لما اكون بكره العدل ورجال العدل والاعلام ورجال الاعلام، يبقى قصه الديمقراطيه دي مسرحيه كوميدي. يبقى احنا عايشين في مسرحيه مش اكثر. احنا في الوقت ده ثقافة مستقرة في العقل الباطن لدى الجماعة أنهم يكرهون كل من يروا فيه حائلا يحول دون إتمام مشروعهم في الأخوانة والتمكين، وهذا هو الذي فعله القضاء والإعلام بشكل أو بآخر، قد لا يكون بنسبة القضاء ولكن أيضا في إعلام حر مستنير لا زال يقف على الحياد وينقل بأمانة ما يضره من أهل.